أخبار يعني رئيسة القضاء أيضا عبر شبكة شروق تصدر قرارات بالإفراج عن 1012 نزيلا. أصدرت نعماد عبد الله محمد خير رئيسة القضاء يوم الأحد قرارات بالإفراج عن 1012 نزيلا بعدد من السجون بالخرطوم دون المساس بالحقوق المدنية أو أي إجراءات أخرى يواجهها المفرج عنهم. نعم، هذه القرارات جاءت في زيارة لها سجن أم درمان للنساء، يعني ما رأيك؟ والله هذا اعتقد انه من القرارات المهمة جدا في هذه المرحلة. هناك كثير من السجناء استوفوا مثلا ان يتم اطلاق سراحهم، وهناك كثير من المظالم موجودين في السجون، ولا بد انه تتواصل مثل هذه الزيارات حتى تتحسس بيئة السجون وتتحسس السجناء وتنظر في امرهم اول باول. هي زيارة مهمة وفي وقت مهم جدا. طيب، في دقيقة تلخيص للحكومة عن إعلانها 19 ديسمبر لإحياء الذكرى الأولى للثورة تزامنا أيضا مع الاحتفالات بذكرى استقلال السودان المجيد، نتكلم عن هاتين المناسبتين، عن العظيمات بالثورة الظافرة التي حققها الشعب السوداني المعلم. الثورة السودانية ثورة عظيمة، والاحتفال بها واجب مهم وأمر مهم جدا في هذه المرحلة. والحكومة الانتقالية تتطلع الآن للمضي قدما في تثبيت الأمن والاستقرار والسلام في ربوع السودان. والثورة السودانية جاءت متزامنة مع أيضا مع مناسبة كبيرة، مناسبة استقلال السودان. وهذا في اعتقادي أنه المناسبتين عظيمات جدا بالنسبة للشعب السوداني، والآن الشعب السوداني يتطلع إلى فضاء ديمقراطي وفضاء استقرار وأمن وسلام وتنمية، ويطبق يحقق شعار الثورة القائم على حرية سلام وعدالة. ونمضي كلنا لبناء الوطن الواحد الذي دائما ما يسعى الجميع، السودان. شكرا جزيلا أستاذ بليق، بارك الله فيكم، كثر خير.